سلام تعين هذا الليد عند وعيلكم عند حديركم سلام سلام ملع عالم زلهم سمعتنا سلام نأهاتكم يقول نزو جانالنا مايكروفون ميديا حدش تزوانكم كعامة انكو عادة احنا مساخم النابلنا ناي كل شعب مدمستي ناي زميت سبنا أكالكم انكم كتكت سلو نأهاتكم لو مخعامة سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب غيركم تاناي دول ملكت متواقعي ترسعو سمعتي تاليلو نوتيفيكيشن نهما سألكم ودياو كعم بتكسو تزيناتات نغطري ووز لازي عقز النسو مقبارا يترسعونا لنا نزغاخركم يوتيوب ونار الزغاخر وميلونا اللو بزحات نمتايكم مخانين فلتن تانا يدو الملكت عايد توقو وانزل لهم سماعتين النسو مقبار اقداسا قداسي سبسكرايب غيركم نسان تزي تويكم كوي مسغلكم انتليلو سم سمعو نمتاي تسمعو سبسكرايبر ناخوينكم زينا لنا مباركس ياو لما عانتي زحزن زينا كام مغالي الناظم صانا يا زينا انيو ناتم زحزنيو ماكم زحزن تنل تلنا انا من تاي قلمه لزولو حدا خلت يسانون قويلا مرعني يدر عني جراجويشن هيو ما نولو لغنا اي بصحنا انكو اب تقراي صبو نغر نتول نتلو صبو كنولينا على الزبل نتوين على كنولينا حزبنا زملكت مخعمه اف حزبنا ذبصحه شجر نتلو خعمه خنزاربوينا خمزلو منياتم لو تخمت صلو هزبي تشجيرنا عينا يمزل زلو هزي قبل معراب تقراي نابشرة تفنقلنا تمازابلنا خي الناس أبشرة نغمت لنا هسللنا كاب شرار كاب أريابو هاو كل نقر كعام نابشرة هادمنا خي الناس نرنا كابشرة عام هاو نتختلنا توق هز مغادة مسئنا أن نبرا لنا أبها سيهانس هاي سكول أنا أبكالت تمرت بيتنا أبكالت مجازنة وبوتاون زي بلو من المعلم حدار زي بلو تغميتنا أننا هسانا تقول عحيسنا يبلو اللوم في الله يكعمتري وخمتري وذل لهم وصلي ولد زي بلوم بزحات هسانا تنو لك عسرت عمت شمونتي شو عدت عمت كلا زياتهم عدز ركو قيم نحن عما هنحل في ناس واحد نقوه زياتهم قن هزن تايم زلو زلو قلب يوها بنان زلو نايم قل هزبي زغلبنا زلو امزلو زلو أنا خردان زي كالة أما خازينو ناي بروغرام مقبع عالم بتعم بزوح إخلال لنيف للو يو إيس آي دي أب مغالة بزوح مخازينو زملاء يزولو ندوم بادو مخازينو يلم إخلان تسددوون يباها للو ناب كالي إبوتا أين عن نسودون تولو تولو وتوم هزبوي خوبي لكم أب مرا رحزن لكم مالتيو سيلفة وتحزكم تأمينا خان موتي لنا هاونا انتي لهم زياتهم زخلقوا للو توم أب كالي إتبو رحوق بوتا عزر لو زوهاب لكم من ما عير إنان كويو شو عطي شو منتخيلون بيت السفزر لو حمشي شدش تقولعو حيزو ماسي تمازا غالة من منقر زرخبنا يا نقر يلن يمزول زلو كدان مقير يبلنان يمزول زلو زغل ليك زرابا لما اللو نحنا اتوم بدي سابا زلو بيروم نزار بلنا نهب لنا اينا يبل اللو بدن بيتو هاو من شو عطي خيلو انتخوان عين عاد خيلو خكع انتخوني يا نورحي نبل لنا بتمان قستي او زلو زملكتو اكال كعامة نزي آتهم زملكتو أكل حدو كوميتي قاوم اللو هم تريهم قوم اللو هم شماغ اللي ساتات النو هسانا تقولو عنو قرم ساتاتين رئنزل لنا قرم ساتات دقوم من الوات كيدو مكالو سيهلو فسا عبنا اي تدي اف أكل كوينم كهلو خوني خولو نعن زي آتهم كوم زيلو متو مزاويلو موزيزو ساقعو اللي رأينا نعن قن هزي توانا نقرو استي كامبق اللي خب عالتم كوانا انتكونا خب عالتم ني دچويلي وي كعما نايجيرمن دمسي زتزارو الله نسونا اسمعكم امو كنكت سلينا سمعتي حصر زبلتلا ناتاتم بقالهم بلسانهم كافي كم زموصو تاي كم زخونو كزارو يوم نسو نسمعيا ጦርነቱ ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች መንግስት አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ እንዲያደርግላቸውና ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ጠየቁ። በትግራይ ክልል ከነሐሴ አንስቶ ጦርነቱ እስከቆመበት ጊዜ ድረስ በነበረው ግጭት ምክንያት ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን ከነዚህ መካከል 140 ሺህ የሚሆኑት በመቀሌ በሚገኙ ግዚያዊ መጠለያዎችና ትምርት ቤቶች ውስጥ የከፋ ህይወት እየኖሩ መሆኑ ተገለጸ። ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ ከመቀሌ ዝርዝር አለው።
ከሽራሮ ተፈናቅለው መቀለ በሚገኘው አጼ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ተጠልለው ያገኘናቸው 9 አብራት ያሉት ቤተሰመሪ ቄስ ፍሳ ገብረ ማርያም ቀያቸው ቤት ንብረታቸው ጥለው ስደተኛ ሆኖ 4 ወር እንደሞላቸው ነግረውናል። ቄስ ፍሳ ባለፈው ነሐሴ ወር አጋማሽ ጦርነቱ ሲበረታ መጀመሪያ ከሽራሮ ወደ ሽረ ቀጥሎም ጦርነቱ ሲከተላቸው ከሽረ መቀለ የሁለት ዓመት ህፃን ጨምሮ ሌሎች ልጆች ይዘው ነው የተሰደዱት። ቀሪ የቤተሰቦቻቸው አባላት ቤታቸው ጥለው ሲሰደዱ የት እንደደረሱ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አሁንም ድረስ አለማወቃቸው የለጭንቀት ሆኖባቸዋል። እዚህ መቀለ በሚገኘው የቀድሞ አጼ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ያሁኑ የተፈናቃዮች መጠለያ ከሌሎች 7000 ተፈናቃዮች ጋር የሚኖሩት እኛ አባት ያሉበት ሁኔታ ሲገልጹ ከሞት የተሻለ ትኖረ ግን የማይባል ይሉታል። ከቢድ ይቴ ከተዛሮ ቀሊል ይሁን አይበቃ ስንካና ተጓተት ኑሯችን ስትናገረው ቀላል ይመስላል፣ ስትኖረው ግን ከባድ ነው። ረሃብ አለን፣ ጾማችን ውረን ጾማችን ነው የምናድረው። ለህፃናት የምናበላው የምናሳድርበት ቦታ የለንም፣ ልብስም ቢሆን የለንም። አስቸጋሪ ህይወት ነው። እዚህ ያገኘነው አንዳንድ ቤተሰብ የተወሰነ ነገር ረድቶናል እንጂ መንግስትም አረስቶናል። የመቀል ህዝብ ባለው የደገፈን ቢሆንም እንደምታውቀው ህዝቡም ችግር ላይ ስለሆነ ይህ ነው የሚባል አይደለም። ሓደ ጊዜ ጾምና ንኸውን ምስዝን ይኸወና ይባዕል ዕፅዋ እንደ የትግራይ ክልላዊ አስተዳደርና ሌሎች ግብረሰናይ ድርጅቶች ገለጻ ከነሐሴ አጋማሽ እስከ ጦርነቱ የቆመበት ጥቅምት ወር ድረስ በነበረው ግጭት ብቻ በትግራይ 1.3 ሚሊዮን ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ከእነዚህ መካከል 140,000 የሚሆኑት በመቀለ በሚገኙ የተለያዩ ትምህርት ቤቶችና ሌሎች ጊዜያዊ መጠለያ ስፍራዎች ተጠልለው ይገኛሉ። ለእነዚህ ተፈናቃዮች በቂ ድጋፍ እየቀረበ እንዳልሆነ በሁሉም ዘንድ ይታመናል። በእድሜ የገፉ እናቷ ጨምሮ 3 ህጻናት ልጆቿ ይዛ ከትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን አደ ሀገራዊ አካባቢ ተፈናቅላ መቀሌ የደረሰችው ረሃዋ ሀደራ በበኩሏ በህይወቷ ፈታኝ ያለችው ጊዜ እያሳለፈች መሆኑ ትናገራለች። እርዳታ ሲባሉ እስካሁን ድረስ የተቀበለ ትንሽ ነው፣ ያልተቀበለ ብዙ ነው። አሁን ሲባል ጠዋት ይመጣል። አሁን በባካቸው ፊነካላቸው ሲባል ደግሞ እየተባላሸ ምትን ሲባል ደግሞ እየተባላሸ ይሄ ሰው ደግሞ ሁሉም አንዳንድ ልብስ ነው ያለው። ከመቀሌ ልብስ የለመነ ነው ያደረገው። በቃ ብቻ ነው የመጣው። እርግስ ተብላ ይሄ ልስጣት የሚል ትካል ነገር የለም። እስካሁን 3 ወር ሲያደርጉ ከ3 ልጆን የመጣሁት ምንም የገኘው ጥቅም የለም። የሰላም ስምምነቱ ተከትሎ ጦርነቱ በመቆሙ ወደ ቀያቸው የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸው የሚናገሩት ተፈናቃዮቹ፣ ይሁንና አሁንም በተለይም በትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን አካባቢዎች የኤርትራ ጦር መኖሩ እንዳሳሰባቸው ይገልጻሉ። ሰላሙ እኮ ጥሩ ነው፣ ግን ሰላም ቢኖሩም በእኔ በኩል ሻቢያ ከወጣ እኮ ወደ ሸራርቆን ይሄዳለን። ሻቢያ ግን ደርሶ መርሶ ነው የሚመጣው። ይወጣል ይገባል፣ ይወጣል ይገባል። ይሄ ምን ነው የምታምነው? ሻቢያ እኔ ነው ማቀው። ብዙ ወንድሞቻችን የወሰደን ነው ጓሶት። ጦርነት ማለት ደ ጦርነት እንዲ ውዚ ውፅሕና ድሕር ሕይስኪ ጦርነት እዚህ ያደረሰን ጦርነት ነው። ካሁን በኋላ አይደለም እዚህ በወሬም የጦርነት ነገር መስማት አልፈልግም። ጦርነት ከቤተሰብ ላይ አይቶናል፣ ከቀያችን አፈናቅሎናል። እንደ ጦርነት መጥፎ ነገር የለም። በስምምነቱ መሰረት ሰላሙ ዘላቂ እንዲሆን ነው ፍላጎታችን። ወደ ቦታችን እንድንመለስ ነው የምንሻው። ሁሌም ሰላም እንዲሆን ነው ለፈጣሪ የምለምነው። ዘመነ ሰላም ገብረና እግዚአብሔር ንምን ማለት እየ ባለፈው ሳምንት በመቀለ ተገናኝተው በሰላም ስምምነቱ አተገባበር ዙሪያ የተነጋገሩት የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ተወካዮች እንዲሁም አሸማጋዮቹ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራ ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ተግባራት መካከል ነው ብለው ነበር። ለዲደብሊው ዘገባ እንግዲህ ሰማዕታይ ሰሚዕኩም ፍረዱ። ያው ተምሃርኛን ዘይትኽእሉ ቅድም ኢለ ዝተዛረብኩኹም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ተፈላለየ ቦታ ተመዛቢልና መፂና ኣብዚ ማንም ዘወር ኢሉ ዝርኤየና ነገር የለን መንግስቲ እቱ ናይ መቐለ ህዝቢ ብዘየለ ዓቕሙ እዩ ዘካፍለና ዘሎ። ሓደ ግዜ ፆምና ንሓደር፣ ሓደ ግዜ ፆምና ውዒልና ንሃድረሉ መዓልቲ እዩ ዝበዝሕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እውነት። እኽሊ ምንም ነገር ዘይኣትዎ እንተዝኸውን ኣብ መኻዚኖታት እኽሊ እንተዘይህሉ ነይሩ ምንም ክስታይ ይመልናን። ግን ምእማን እዩ ንተመኡ ዘሎ ሓገዝ ዝህቡ ህዝቢ ኣብዚ ጠሚ እዩ ዝንዮ። እቶም ህዝቢ እውን ኣተሓባቢርካ እኮ በዓልቶም ቁይ ክብሉ ይኽእሉ ይኮ እዮም። ወፂኹም ተሰሊፍኩም ንሕና ምንም በፂሕና ይፈልጥን ትትውና ዘለኹ እውን ኣይኣኽለናን ዘሎ ተሸጊርና ኢና እኽሊ ውዙ እናሃለዎ ንሕና ኣይንጠምን ኢልኩም ተዛረቡ። ካብኡ ድሓረ ምስ ጨነቆ ካብ ካሊእ ከዓን ብብዙሓት ካሊእ ከምፅእ እዩ እምበር መኻዝኖ ኣብ መቐለ መሊኡ ኣሎ እናተባሃለ ሓገዝ ዘይክመፅእ ይኽእል። እዚ ምፍላጥ የግዲ ፈላጥ ክትከውን የብልካን ኢኻ እዚ ንምፍታሕ። እኽሊ ኣብኡ እናሃለወ እዞም ህፃናት ቆልዑ እዚኦም እዞም ሽማግለታት እዚኣቶም ጥኑሳትን ሓራሳትን ዝወኺሉ እኽሊ ዝብላዕ ሲኢና ዝብልሉ ነገር የለን። እቲ ናይ መቐለ ህዝቢ እውን ብጣዕሚ ብእውነት ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ይሽገር እዩ ዘሎ።
بتها زي بقول له كله نجار تعساس أيوة منهم نجار زي بقول له إن هلا يوهز بس لزقان أيمبر نساته مكسل شو يوم إن ده رسل شو كه عبس أبو عيقانن جن زي أنا من جست سرحية من جست خسر حلا الله وإنا النبل زي كله نجار ندق فينا أو كم زي مثلا جن سبت أمين نهلا إخلص قلت أميتو بمحامن أفتاس وحيمة خبص يجلس بحال النجار يلن جلس بحال النجار يلن يوهب من تموز النوت شجيرهم تمازعوا لهم كابتش أف تجري كاو كل أف تجري كوي خاب معرب يغر خاب مسرع يغر كابتش أف نابتش أف يمكن أم مغلة تأكي يوم زنهم خاب علامات أكو يوم ناو مس يوم تأكي يوم زنهم خاب على أكو يوم ناو تو مس يوم تأكي يوم زنهم بقول أنفت هذه مم يوم مس يوم النوم ما نقل أي نابز وبتعزيز خيدي زبحال نجار كسر حيولن مئمانيو تمنجست خمنجستي نتوم حاجز وهابتي خأمن على لو النالكو أو زكسانة واتكم سمعتي زي ما سلكم صحافو سلام دحنو على دحن دارو تشاو.